كنا بكندا وأنا أحب لبس صوفيا، وكل نهار جمعة يجي باص ينزل بنوت على الويلتشير، وكل نهار تاني صبح ياخذها. طلع أحس كأنه أنا عندي هيك كيس، يعني رح يصير عندي هيك كيس، وما كان بدي يكون عندي هيك. صوفيا كانت ببطني، كانت تتحرك كتير. وقتها خلفناها تحرك، وتخلفت تحركت كتير. على ال4 شهور حركتها تخفت كتير، ما بقت تهدي راسها. أول نهار حتى وقتها كمشتها أنا إصبعها، يعني عم بحط إصبعي ما عم بتشد منيح. الولد عنده عصب قوي، هي ما في عصب. رحنا على النيورو ميسكولير، بالتحديد أمي راحت وحكيت له مع واحد صديقنا، قال لها ليكي نادية خليها بنتك هلا تشوف كيف بدها تعمل بالانشورنس، لأنه طريق طويلة عندها. أول ما إجا الفحص وليد كان عارف فيه، أنا ما كنت أغري، صار يحكيني قصص مش طبيعية. إنه إذا بطا يعني شو بنعمل؟ وين بندفن؟ فعرفنا إنه عندها SMA. صرنا نحن نعمل ريسيرش نشوف انه شو هيدا المرض، اول مره بنسمع فيه وهيك. ما استوعب انه كانت تتحرك، ما بقى تتحرك، ما هيدا ولد، هيدا في سلول بده يرجع ينمى. لا ما في، خلاص السلول اللي بتموت بالراس بتموت، لانه هي عملت كمان على ال10 اشهر عملت برين دامج، عملت ارست. يعني انا مستعده بقبل كل شيء، بقبل وضعها، بس وقت عملت البرين دامج تضايقت انه ما رح اقدر اعمل كوميونيكاسيون مثل ما لازم. وقالوا لي خلص انه يعني ما فيكم، انه يمكن ما تبقى معنا، تضلها كوما او شيء. بلشنا نحن جبنا المكنات اللازمة، انه وانا بدي اتعلم اعمل سكشن اسحب لها، بدي اتعلم اشياء كتير ما كنت بعرف انه انا رح اتعلمهم، ما كنت بعرف انه رح اوصل لهون ورح كون هالقد اقدر يعني. سو انا ووليد كنا كل هالمسيرة لهلا، سو ار فاين. هلا انا صرت بدرب. بوقتها يمكن ما فكرنا كتير انا ووليد ككوبل، كنت فكر براين أكتر. أنا عند راين أكبر من صوفيا بسنة ونص، كنت فكر إنه ما رح أقدر أكون معه، ما رح أقدر. يعني أنا مثلا ما شفت ولا راين أول ما اكتشف البحر والرمل، أمي كانت معه. صوفيا منا سوجي تابو بالبيت، صوفيا مثل راين مثل أنا عندي ولدين، عندي صبي وبنت. علمتنا انه نكون مع بعض اكتر، وانه الحياة لها قيمة، وانه في بوزيتيفيتي، وانه نتقبل. بتحس انه يمكن قديه في حب، وقديه في شيء واحد يكون منيح ويعمل منيح بهالدنيا.